سؤال أخت الفاضلة تقول بأنها تبيع ذهبا من نفس المحل، تقول ما شاء الله كلام جميل، وأخذ الفلوس واشتري من نفس المحل ما أريد. جميل جدا، لا حرج عليك، وهذا هو المسلك الشرعي الصحيح، هذا هو المسلك الشرعي الصحيح. حضرتك راح تشتري ذهب أو تغيري ذهب، أنا معايا إسويرة، حضرتك بتروحي تدي الإسويرة للتاجر، يقيم الإسويرة دي كم جرام، الجرام قيمته كذا، طيب قيمة الإسويرة دي 5000 10000، اتفضلي. جميل، خلاص بقت فلوس معايا. تلقي حضرتك نظرة على الذهب اللي موجود، راق لك شيء يعني أعجبك شيء، اشتري هذا الذهب شراء جديدا مستقلا، ملوش علاقة على الإطلاق بالذهب أو بالإسورة اللي حضرتك بعتيها. لكن طيب حط دي في الميزان، وهات الذهب ده حطه في الميزان وخد الفرق. لا ما ينفعش. الله أكبر، ليه بقى يا مولانا؟ هذا يسمى عند علمائنا بربا الفضل، بربا الفضل، لأن الربا نوعان. خلي بالكم يا إخواني، خلي بالكم يا إخواني وأخواتي بالذات، الربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أو ربا الزيادة، بمعنى أن يذهب الرجل إلى الرجل ليقول له أسلفني 1000 جنيه لموعد معلوم، اديني 1000 جنيه وهرجعهم لك بعد سنة ولا بعد شهر. كلام جميل، بس هترجع لي 1100، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ربا، هذا ربا، وهذا المرابي مخذول خسران في الدنيا والآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لسه أخ أمس فقط والله بيقول لي إن هو استلف من رجل 2500 ومش قادر يسدد 2500، والراجل يلزمه بأن يسدد له كل شهر 200 جنيه، وبقى رأس المال الأصل 2500 زي ما هم، بس عشان مش قادر يسدد بيدفع له كل شهر 200 جنيه. هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله، هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله. والله تبارك وتعالى قل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أعاذنا الله وإياكم من الحرام. إذن الربا وبال على المرابي وعلى آكل الربا إن لم يكن مضطرا، فمن اضطر غير باغ ولا عدن فلا إثم عليه. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يكشف هم كل مهموم. يبقى ده ربا النسيئة، ربا النسيئة وهو الذي حرمه القرآن. أما ربا الفضل فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، خلي بالك، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. لو والله تسمعنا حديث الجميل ده تاني، حديث في غاية الدقة. خلي بالك القضية مش محتاجة فزلكة ولا عقلنا، ده تشريع، ده تشريع. معاك الذهب بيع الذهب، خلاص بيع بيعا مستقلا، واشتري اختار الذهب اللي انت حضرتك عاوزه حتى من نفس المحل، ما فيش مشكلة ما دمت قد بعت له وقبضت الثمن. انظر الى الذهب في نفس المحل الذي بعت فيه، واشتري بعد ذلك بعقد مستقل اخر، لا حرج عليك في ذلك. انما ذهب بذهب ما ينفعش الا بهذه الضوابط، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وفي لفظ هاء وهاء، يعني هات وخد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فالأخت وفقها الله وزاد توفيقا
وفقت للصواب وللمسلك الشرعي الصحيح، فباعت الذهب وقبضت الثمن واشترت من نفس المحل ما تريد وأعطته بعد ذلك ثمن ما اشترت. هذا هو المسلك الشرعي الصحيح، وأرجو من أمهات الفضليات وأخوات الطاهرات أن ينتبهن لهذا وأن يلتزمن بهذا الهدي النبوي. والله الرب العلي أسأله أن يردنا وإياكم إلى هدي المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.